إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في بث مباشر من مدينة الدار البيضاء. كنتواجدوا في وسط المدينة، حادثة ديال السير طفيفة ما بين جوج ديال السيارات في ملتقى شارع أنفا مع شارع أنفا مع شارع المسيرة. الحادثة ديال السير اللي وقعت ما بين جوج ديال الشباب واللي الحمد لله ما خلفتش خسائر يعني بشرية أو خسائر مادية جسيمة، يعني خلفت خسائر مادية الحمد لله اللي هي طفيفة، ما كاينش شي حاجة اللي كتستدعي تدخل مستعجل، لدرجة أنه سيارة ديال الإسعاف جات قبل قليل بعد ما تعلمات بأنه كاين حادثة سير هنا في التقاطع، ولكن مشات خاوية ما مشى معها حتى شي واحد. هذا أكبر دليل الحمد لله على أنه ما كاين حتى شي حاجة عند هاد الناس هادو، غير الحدود هاد اللحظة ما معروفش واش هاد الناس غادي يديروا شي معاينة ودية، يعني كوستا أميابل كما كنقولوا، غادي يتفاهموا بيناتهم ويعيطوا على كوستاتور ديال واحد فيهم يديروا هاد المعاينة ودية بيناتهم، أو غادي يعيطوا على رجال الأمن هما اللي غادي يعمروا هاد المحضر. حتى لهنا الأمور بقى ما معروفاش، ولكن على العموم اللي كيهمنا هو الحمد لله أنه ما كاينش خسائر كما كنقولوا مادية جسيمة. السيارة اللي الأمام سيارة سوداء متوشية من الباب الأمامي ديال السائق، حردة بحال الحردة أو تكريطة أو بهذا المعنى هذا، وكنعتذر على هذا المصطلح لأنه المصطلح المتداول، يعني فواحد تضغيطة في الباب ديال الشيفور. صافي هادشي هو اللي كاين، ما كاين حتى شي حاجة اللي الحمد لله كتستدعي كما قلت بأنه تدخل عاجل، غير هادشي دائما كيحيلنا على أنه المزيد من الحيطة والحذر. خويا رشيد، ربما لأنه بخصوص هاد خصوصا الشباب هادو بخصوص هاد الشباب على ما يبدو، يعني بينهم جوج دراري نقيين خلال الشوفه، يعني كيبان ولاد الناس بهذا المعنى، ماشي شي وحدين مثلا نقدروا نقولوا بانهم متعاطين الكحول او شيء من هذا القبيل. هذا دراري كيبانوا نقيين، وقع هادشي لان هادشي وقع لاي واحد، هادشي ديال الحوادث ما حد الانسان كيسوق الحديد نيشان كما قلت، ما حد الانسان كيسوق هو اكيد معرض للعديد من الامور، من بين هاد الحوادث اللي كتكون في بعض الاحيان كتكون حوادث مميته، ولكن الحمد لله الالطاف الالهيه كما قلت تدخلات في هاد الحادثه وما كاينش شي حاجه اللي كثيره. عفوا، وي خويا رشيد، رشيد قال لك ثلاثه ديال الليل كيبقاو غير المصائب. عليكم السلام خويا عبد الرحيم، داير لا ما كاين والو خويا، غير واحد الحادثه ما بين جوج السيارات هنا في التقاطع ديال شارع المسيره مع شارع انفا، ولكن الحمد لله ما كاينش شي حاجه كثيره، فقط خدش في السياره، احد السيارات اللي هي السياره السوداء، وكذلك الواجهه الاماميه ديال واحد السياره توشات شويه، غير فقط ما عرفتش واش كينتظروا في كوستاتور ديالهم باش يديروها معاينه وديه، او كينتظروا يعني كوستاتور ديال الامن، هذا هو الشيء اللي باقي ما معروفش، ولكن لحد اللحظه هذه فالحمد لله الامور راه بخير، ما كاين حتى شي حاجه خايبه، غير حتى الناس او العائله ربما اللي غيشوفوا، حنا ما بغيناش نقربوا للناس
باش ما نبينوش، ما بغيناش نقربوا الناس هاد ديباناج تحوج عليهم الساعه ما جاش لهم. لا لانه هادشي اللي كنشوفو كنقول او ديباناج وما كاينش شي حاجه كبيره، ولكن ما جاش عندهم. العموم كما قلت الحمد لله الامور دازت بخير، نتمنوا السلامه للجميع. المزيد من الحيطه والحضر، شكرا لكم على حسن المتابعه، القاكم في بث مباشر اخر وغادي نعطيكم تفاصيل اكثر. كانوا فوز غيدخلوا راه غادي نعطيكم شي مباشر، ما كانش جا غير كوستاتور العادي ديالهم هما، راه عطيناكم الواقع اللي وقعت هنا. شكرا لكم على حسن المتابعه، القاكم في بث مباشر اخر والى اللقاء.